طلع مواليد اي سنة؟ 44 في اي تاريخ؟ 12 كانون الثاني. وربيت في بيت متدين؟ بيت متدين. لأي بلد؟ عينان. وايش بلشت في الزجل؟ مدرسة. ايام المدرسة اللي بعد اولاد. واول حفلة؟ اول حفلة كان عمري 21 سنة. طبعا في حفلة المدينة الرياضية مع أسعد سعيد كانت حفلة قاسية. حفلة المدينة الرياضية كانت حلوة فيها. كان أسعد شاعر معجون أكثر مني وابتهج زمان أكثر مني فرق العمر كمان طبعا. وحفلة كفار حيم عقبها بسنتين مظبوط بال 74 كمان كانت حفلة موفقة. استديت يعني بالشعر طبعا. أسعد شاعر كبير معلوم. واتبريت كمان مع الشاعر حنا موسى حفلة المنصورية. حفلة حلوة كبيرة بتجنن. حفلة حلوة كبيرة. ومع حفلة ومع السيد اتبريت كم حفلة؟ أكون خلفي تذكر غزية. الغزية افتتاحيتها بتجنن. الغزية عظيمة.